من أكثر المراحل النمائية تعقيداً في حياة الإنسان من ناحية نفسية تحديداً هي مرحلة المراهقة. نسمع بأنها تتطلب الكثير من التعامل الحذر عندما يكون لديك مراهق في منزلك نسبة للتغيرات التي تحدث معه، سواء كانت تغيرات فسيولوجية أم تغيرات نفسية. في بيتنا مراهق، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا المراهق الذي قد يكون عنيداً ثائراً ولا يسمع الكلمة كما نسمع من بعض الأهالي؟ اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع مع خبيرة هذا الموضوع، ضيفتنا العزيزة ميل أحمد، اختصاصية تنمية الطفولة. حياك الله. أهلا بك. أنت أصبحتي خبيرة، بطلتي اختصاصية. طبعا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل ما نسمع أنك جيتي نصطادك في لقاء. تمسكوني. نعم بالضبط، وإحنا دائما صيادين الجوائز والكنوز. الله يسعدك، هذا شرف لي. الحمد لله على سلامتك مي، صديقتنا العزيزة وصديقتي البرنامج. مي، اليوم في الماضي تحدثنا عن الطفولة، اليوم نتحدث عن المراهقة. كم هي هذه المرحلة النمائية صعبة، ونسمع بها دائما شكاوى من الأهل. بداية، هذه المرحلة من ناحية عمرية كيف يكون وصفها؟ هلا مرحلة المراهقة هي، أو مرحلة البلوغ خلينا نحكي، نعم، هي مرحلة حساسة جدا، هي بين مرحلتين، مرحلة الطفولة مرحلة النضج. نعم. فزي ما تقولي يعني بين كفتين ميزان، فماخذة من هاي وماخذة من هاي بالضبط، وماخذة من هون وماخذة من هون. ومنشوفهم احنا لما بيقولوا لنا، يعني احيانا بقول لك بتقعدي مع امهات بتقول لك على مزاجه، لما بده يكون صغير بيكون صغير. صحيح. لما بده يكون، لانه هو اصلا عنده التخبط بين هاي المرحلتين. يعني لو بدي اشبه لك اياها، هي عبارة عن محطتين وهو بقطار. فالصور هذا كيف بتكون عندك بالقطار؟ نفس الشيء، ما بتقدر تركز على شيء واحد. فعشان هيك بعمر البلوغ بيكونوا هم شوي متلخبطين من ناحية نفسية، من ناحية جسدية، عملية الهرمونات اللي بتصير بالجسم، فهي كلياتها طبعا بتختلف ولسه مش مستقرة. ما هي المراهقة تبدأ عند الإناث ولا عند الذكور؟ عندي جهتين على فكرة، احنا ما في هذا، لكن أنا سمعت في الدراسات أنه من ناحية فسيولوجية تبدأ كتغيرات هرمونية عند الأنثى قبل، عند الأنثى قبل الذكر أكيد. بس هي إذا بدنا نحكي هاي طبعا بالنسبة للتغيرات سلوكيا عند التنين نفس الشيء. نعم. عند التنين نفس الشيء بتبدأ. فمرحلة البلوغ هذه بتكون مرحلة حساسة جدا من ناحية نفسية، خلينا نقول بالدرجة الأولى من ناحية نفسية أنه هو متخبط داخليا. ليه أكثر المشاكل السلوكية نسمع فيها مرحلة المراهقين؟ أكيد، لأنه الأهل وخصوصا إحنا مجتمعاتنا العربية بنتمنى نتعامل مع ابننا أو بنتنا لعمر 10 سنوات 11 سنة على إنه لسه صغير. نعم. بعدين فجأة منشوفه طول وكبر، فهون منبدأ إيش بدنا نحط عليه قوانين. نعم. سياسة شد الأحزمة بالضبط، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه منتمنى نتعامل مع منصير بدنا نربي. التربية ما ما إلها، يعني التربية ما بتيجي هون. نعم. التربية بتيجي قبل، أنا بعمل الأساس قبل عشان أعرف أتحايد هذه المرحلة اللي هي مرحلة البلوغ. بس مو أنك تهمل طفلك إلى أن يصل مرحلة المراهقة، تبدأ فعلا بتركيب هذا المجهر فوقه والإطلاع والتركيز على تصرفاته وانتقادها. وانتقادها يعني إشي أنا بقولها. هلا أنا كتير بلاحظها، يعني خصوصا بالاستشارات كتير بتيجي إنه بنتي عمرها 14 سنة، بنتي عمرها 13 سنة، بنتي عمرها 5، ابني عمره 15 سنة. طب هذا لو كان في أساس من الأصل ما بوصل لهاي المرحلة هذا الولد. كيف هي؟ إنه إحنا نتغاضى عن بعض التصرفات بمرحلة الطفولة ومنيجي بدنا نحاسبهم عليها بمرحلة المراهقة. صحيح. هنا مقبول، هنا غير مقبول. بالضبط، إنه خلص أنت كبرت، طب أنت عمرك، يعني أنت كنت تقبل مني مثلا كلمة معينة أحكيها. لما بشوف أنا والله إنه صار شاب وصار بهاي الأعمار، خصوصا ما بين 12 ل 15 سنة، بصير لا بدي أحط عليه قوانين. بدي إذن هنا التعامل يجب أن يكون بحساسية. طبعا حساسية واحتواء، لازم أحتوي. كيف بيكون الاحتواء؟ الاحتواء بإني أسمعه، ما أملي عليه، مش أعمل سوي روح جيب، مش فعل الأمر، لأنه هم حيرفضوا هاي الشغلة. ليه؟ لأنه عنده تمركز على الذات بهاي المرحلة. صحيح. وعنده اعتزاز بالنفس، فما رح يقبل مني إني أنا أعطي الآن أوامر. هو يسعى إلى تحديد هويته، وما بين الهوية الحقيقية وما بين الهوية
المثالية. أكيد. لكن هنا السؤال، من المعروف أن المراهقين يتخبطون في معتقداتهم، في اتجاهاتهم، في ميولهم، فاليوم قد يتبنى معتقدا جديدا سمعت به الأم، كيف تتصرف؟ سواء كان هذا المعتقد ديني، سياسي، اجتماعي، أيا كان. هلأ بدها تعتبر أنه هي عم تحكي ومرفوض طبعا مجتمعيا. هلأ أكيد ليه؟ لأنه ابني عماله مثلا بيطلع من عندي، أنا مش بس البيئة الوحيدة عنده. عطيب. أنا هلأ ببيئة الطفولة أنا مسيطرة، ببيئة البلوغ أنا مو مسيطرة، لأنه في بيئة تانية اللي هي الأصحاب موجودة، أقرأ وبالضبط، وبكونوا أقرب بهاي المرحلة من الأهل، وبتكون أفكارهم ومعتقداتهم أو أي شيء مثلا ممكن يشوفه ببيت أهل صاحبه بيقتنع فيه أكثر من اللي موجود ببيته. أقرب من الطبيعي يكون أقرب شو ما كانوا الأهل محتوين ابنهم المراهق، من الطبيعي أنه أصدقائه يكونوا أقرب له. لا، هو مش زي ما حكيت، أنا لما بدينا قلت لك هي مرحلة تأسيس من الطفولة. نعم. لما بأسس أنا بعمل أساس معين بأنه أنا بسمعك، الخطأ خطأ. هلأ في عنا أنواع من الأهل، في عنا مثلا الأهل اللي هم الملتزمين، مش دينيا ملتزمين، بعملية إعطاء العاطفة وإظهار القوانين. بعطي عاطفة أنا لابني بس بنفس الوقت في عندي قوانين من هو عمره سنة، يعني لا تسلطي ولا مهمل. بالضبط. نسميهم ديمقراطيين. الديمقراطيين شوي هي عائلة تانية، يعني نوع رابع بيكون، بس هم ملتزمين يعني، أو خلينا نقول كيف بنحكيها، يعني على كفة الميزان. يعني لا عاطفة كتير ولا قوانين كتير. في عندك مثلا نوعية أهل بتكون مش إنهم ما بيحبوا أولادهم، هم أكيد ما حدا ما بيحب أولاده، بس ما بيظهروا العاطفة. صحيح. بيكون قوانينها أكتر. هادي بيكون لجوء الطفل بعمر البلوغ إلى الأصحاب والأقران أكتر من الأهل. بل بعض للأسف يعتقد بأنه أنا إذا أظهرت عاطفتي بإفراط تجاه ابن المراهق قد أنمي لديه شخصية هشة غير قادرة على مواجهة المجتمع والولوج في المجتمع. هذا طبعاً اعتقاد خاطئ جداً. لكن تسمعي فيه؟ طبعاً موجود. هم هاي نوعية من الأهل موجودة، إنه بخبي عاطفته، ما بعطي هاي العاطفة لابنه أو بنته، المراهق أو المراهقة بلجأ لأحد آخر. بالضبط. بحث. وأنا ما بعرف مين الآخر هذا، وللأسف مي لن يوفق في العثور على شخص يحتويه مثل أمه أو أكيد. أبوه. أكيد 100%، لأنه يعني إحنا في كتير مثلا، إذا بتذكري أستاذي آيات، في كتير بسن البلوغ بيلجأوا على عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه بيعملوا علاقات من خلف الشاشة مع شباب، مع بنات، هم أصلا ما بيعرفوا مين هذا الشخص، ويتم استغلالهم، لأنه هم بهاي المرحلة عقل واعي مدرك للنتائج، للخواطر، للأخطار، مدرك للنتائج ولكن لا مدرك للعواقب. يعني بيعرف إنه هو بهذه المرحلة. خلينا نوضحها أكثر. نوضحها. عقل واعي، هو عارف شو بيعمل، مدرك للمخاطر، بيعرف إنه هذا الإشي غلط، بيعرف إنه مثلا خلينا نقول بنت عم تحكي مع شاب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هي ما بتعرفه. نعم. هي بتعرف إنه من ناحية البيئة المجتمعية، وهي طبعا بيئة عامة بمجتمعنا، إنه ما بيصير تحكي مع شاب أنت ما بتعرفيه. نعم. هي بتحكي معه، هي بتعرف إنه لو مو عارفة إنه هذا غلط بتحكي لأمها، بس هي بتخبي لأنه عارفة إنه غلط. هاي واحدة. طب بلكي هي عارفة إنه صح لكن بتعتقد إنه موقف أمها الخاطئ. بيكون في إشي، بيكون في يا إما حديث يا إما تصرفات من الأهل على هاي المواضيع، فبتخاف إنها تحكي حتى ما تمنع. نعم. بهاي الطريقة، فلا يوجد الصراحة. عشان هيك قلت لك الأهل الملتزمين بيكون في نوع من الصراحة والوضوح والمكاشفة. نعم. بالضبط، بينهم وبين أولادهم. هلأ هي بتعرف إنه هذا غلط، عارفة إيش العواقب. عواقب إيش؟ إنه إذا الأهل عرفوا. عارفة إيش العواقب، ولكن مدركة للمخاطر اللي ممكن تصير، ولكن غير مدركة للنتائج. يعني علاقتها مع هذا الشاب هي غير مدركة إلى وين ممكن توصل أو إيش ممكن يصير عنها. هذه هي. فهنا أنا لا والله، أنا ليش أكون متزمت مع ابني وأورجي إنه الأبوة والأمومة مش بالشدة، عمرها ما كانت بالشدة. يعني لا تكن
قاسيا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. وإن كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني حكت لسيد البشر. فما بالك بطفل ابني لما بده يجي يحكي لي أول شيء لازم أسمعه بدون مقاطعته وبدون أي ردود فعل، لا جسدية ولا بالوجه ولا أي إشي ولا تقطيع بالكلام، خليه يحكي. حتى لو أنا هذا الشيء أنا متأكدة إنه هذا غلط ومش مزبوط، بس أول خطوة عملها إنه إجا يحكي لي أو إجا تحكي لي، هذه الخطوة اللي بدي إياها. بعدين مش لا ممنوع تعمل هيك، هون ما في أهل بغلطوا بهاي النقطة، إنه بيجي الولد أو البنت بيجوا بيحكوا لهم بفضفضوا لهم بيقوموا إيش بيحتدوا، ويا ويلك إذا عملت هيك وما بتطلع وبمنع عنك وبسوي، مش بشراسة. أنا بقدر أحتويه بطريقة تانية، إنه أنا أقول له طيب أنت شو رأيك؟ طب برأيك إذا فعلاً اتخذنا هذا الموقف الرافض من سلوك الطفل أو يعني سلوك المراهق، هل سيتجنب ويحيد عن السلوك الذي يقوم به؟ إذا إجت له الفرصة رح يعمله. الفرصة بإيش؟ بتشجيع من صديق آخر. الخوف لا يمنع السلوك؟ لا. وقوع السلوك غير المرغوب؟ لا لا. والدليل إنه في كتير أولاد وبنات، أنا بحكي من خلال يعني جلوسي معهم من خلال الاستشارات، إنه بيكونوا معطين الأهل فكرة وهم على فكرة تانية مختلفة. وأنت مستشارة وخبيرة في هذا الشأن، وبالتأكيد تأتيك الكثير من الحالات وتعقدين الكثير من الندوات والدورات والحلقات النقاشية تحديداً مع الأهل. جداول التعزيز والعقاب كان حديثنا بالأمس، شوفي أنا مفيد؟ هلأ العقاب كعقاب أنا سواء كان عقاب إيجابي أو سلبي، سحب أو أعطاء، هلأ العقاب كعقاب أنا مش معه، لأنه أنا العقاب كعقاب ما بعطي نتيجة 100%. يعني أعطيك مثال، أم وجدت ابنتها تهاتف شخص ما أو تتحدث معه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أول حل شو يكون؟ تحكي معه، بدها تأخذ التليفون. هذا كعقاب لا. ممكن يفيد؟ لا بالعكس، حخليها تتمسك بالموضوع أكثر. أوف، خليها تتمسك ليش ما أعرف أبعاد العلاقة؟ ليش ما أعرف هذا الشخص إيش بحكي له؟ إيش بيعمل؟ إيش بيسوي؟ ليش هالقد هي متعلقة فيه؟ ليش ما أخذ رأيها؟ من رأيها؟ ما إحنا بتعرفي وين الغلط آيات أحياناً مع أطفالنا؟ إنه إحنا بنملي وبنحكي أكثر ما نسمع، يعني إحنا ما بنسمعهم شو بدهم، إحنا بس بنملي عليهم، زي كيف كتالوج الغسالة والثلاجة، اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، نفس الشيء. بس هل الغسالة هاي بتحكي معك بتقول لك لا والله ما تبديش بهذا البرنامج ابدي بهذا البرنامج؟ ما بتحكي لك. نفس الشيء احنا عاملين معهم، احنا حاطين كتالوج للحياة وبنحكي معهم على أساسه. طب ليش ما أقعد أنا مع بنتي؟ أوكي سمعتها، سمعتها بتحكي مع واحد، بعرف أنا عارف الشعور تاع الأمهات إيش حيكون، إنه أكيد هذا بيكذب عليها، أكيد هذا بيغشها، أكيد. وثلاث أرباع، خلينا نكون واقعيين مع أنفسنا، ثلاث أرباع العلاقات هاي بيكذب عليها 100%. يعني بنت مراهقة إيش بده فيها؟ وشعور غير صائب، يعني شعور غير مكتمل وغير ناضج، بيكون غير ناضج، غير ناضج وغير صائب. فهنا أنا لازم يتم عملية اللي قلت لك عنها، الاحتواء، لازم أحتوي الموضوع. ومش بس الأم، الأم والأب، يعني الأب كمان بده يوسع صدره، يسمع، يطول باله، يصبر على الموضوع عشان يعرفوا إيش بالضبط هي هذا بيحكي له. وحتيجي لما تحس بالدائرة الأمان منهم، حتيجي تحكي، حتقولها حكالي هيك وقال لي هيك وقال لي نعمل هيك، حتقولها. البعض يلجأ إلى اتخاذ وسيلة إنه ابقي على علاقتك مع هذا الشخص، أو أنت كمراهق ابقى على علاقتك مع هؤلاء الأصدقاء لكن تحت رقابتي، هذا الحل سليم؟ هو تحت رقابتي بس بدون ما أحكي له، يعني مش لازم يعني أقول له، يعني ما أشعره إنه أنت تحت المراقبة؟ لا طبعاً، ما مش لازم أقول له ها شوف إني أنا عم براقبك، مسك تليفونه. على فكرة إحنا بنقدر نشوفهم بدون ما نطلع مباشرة عليهم، يعني دون ما أحسسه إنه أنا مباشرة عم بطلع عليك. يعني مثلاً أنا إذا أنا قاعدة عم بقرأ إشي، ما هو عمداً يبقى أسلوب التهديد والتخويف والترهيب أداة في يدي الأم أو الأب،
إنه أنت تحت السيطرة، أنت تحت المراقبة، إياك أن تغلط. شوفي آية، منع لوقوع الخطأ. هو ما حيوقع الخلط إذا أنا عاملة احتواء ومتابعة أول بأول إيش اللي عم بيصير. ما بوقع غلط، مش لازم يوقع غلط، أنا بحكي لك إياه مش لازم. وكتير أمهات أنا عندي لما تتبعوا يعني الموضوع، أنا ما بعرف إيش بالضبط يعني وضع العائلة، بس إنه لما مثلاً واجهت مشكلة مع بنتها أو مع ابنها بهذا العمر الحساس، لما مجرد قلت لها احتوي الموضوع خليه يحكي، ما تجاوبي، ما تمنعي، تمنعي أكبر غلط. هلأ في كتير ناس حيقولوا لا ما بزبط هذا الحكي، ما لا بزبط. حتى في كل الحالات على الإطلاق، كل الحالات التطور الذهني واحد، لا كل المواقف، كل المواقف احتوي، حيصير يجي يحكي لك، حيصير يجي يحكي لك. يعني ليش أشكل دائرة أمان لابني أو بنتي خارج بيئتي؟ رائع. ليه أشكل لها هيدا؟ مين دائرة الأمان؟ صاحبة، هي وياها بنفس العمر، طب هي إيش كيف بدها تنصحها؟ هل عندها النصيحة الكافية؟ هل عندها خبرات تراكمية؟ لا مستحيل. مين بده يكون؟ ما بعرف مين الشخص اللي ممكن يلجأ له. ما هاي هي هذه الفكرة، إنه أنا ما بعرف ابني أو بنتي لمين ممكن يلجأه، فطب ليه ما يلجأ لإلي؟ بيلجأ لإلي باحتوائي، باستماعي لإله. هلأ في ناس بقول لك طب أوكي أنا سمعته واحتويته، طب شو بدي، كيف بدي أرجعه؟ أعطي رأيك، بمعنى طب أنا بشوف هيك، مش أنا بدي هيك. عظيم. أنا بشوف هيك، أنت شو رأيك؟ على فكرة هاي الفئة العمرية لو وقف وكسر وقال لك ما بدي، وقال لك في أولاد بتطاولوا كمان على الأم والأب وبقول له ما دخلك، ما دخلك مثلا، وأنا بدي أعمل هيك، بس هو داخليا مجرد ما دخل غرفته عم بفكر بحكي، ميكانيزمات دفاع بينها. بالضبط. طيب اسمحي لي بسؤال، المراهقة المتأخرة اللي نسمع عنها كثيرا، يعني احنا نعرف المراهقين الأطفال أو الشبان الأفتياء الصغار هم اللي بيكونوا في مرحلة المراهقة، لكن هل هي المراهقة المتأخرة هي عبارة عن ترجمة واقعية لما قاله فرويد التثبيت؟ هل من الطبيعي أن نرى رجل مثلا في عقده 40 أو امرأة في عقدها 50 لكن تصرفاتها تصرفات صبيانية، أو نستدل عليها بأنها في مرحلة مراهقة متأخرة؟ نعم. شو السبب؟ تأخر الخصائص التطور الذهني لهاي المرحلة. ده. بمعنى بالطفولة هذا مثلا، هذا كلام إريكسون وبيجي، إريكسون نعم. بيجي مونتسوري كلهم حكوا عن هاي الشغلة. هلأ تأخر خصائص التطور الذهني كيف بتصير؟ في كتير أمهات حتى بعمر الطفولة على فكرة بيكون الولد بعد مجرد ما صار عمره 7 سنوات، يعني دخل مرحلة ذهنية تانية، ببطل يعد. بتقولك هو وصغير ما كان يعمل هيك، أكيد. أوكي. لأنه أنت أخرت المرحلة، اللي بيعمله هلأ بعمر 7 سنين كان مفروض يعمله قبل. أيوة. نفس الشيء الطفولة، نفس الشيء البلوغ. صدمتني الإجابة. نفس الشيء، لأنه يعني السيطرة. أنت لم تشبع حاجاتك. لا. أو أشبعت حاجاتك بما لا يتوافق مع مرحلتك العمرية، أو كتمت، ما أعطوك المجال إنك تطلع حاجاتك ورغباتك. يعني الطفل اللي من هو صغير يروح مع أبوه لمجالس الرجال ويتصرف وكأنه رجل، هو عمره مثلاً 4 أو 5 أو 6 سنوات. هل نتوقع إنه مثلاً عندما يصل 40 سيتصرف بطريقة إلى حد ما صبيانية؟ ممكن. لو بالخفاء. طبعاً. لأني انتزعت منه خصائص هاي المرحلة. يا سلام عليك. انتزعت منه، يعني أنا لما بدي أجي أقول له هلأ إحنا هاي طبعاً لغوة عنا بمجتمعنا، أنه أنت زلمة. أنت زلمة، أنت هلأ مثلاً أنت لما أبوه بسافر أو مثلاً في حالة وفاة، الأب بتوفى، أنت النائب عنه. أيوة. أنت كبير البيت هلأ. لا مش كبير، هم يعتقدون أنهم يقومون السلوك إذا أسندت إليه مسؤوليات جديدة. لا أنا ممكن وتعاملت معه ككيان، ممكن أني أنا بقومه، بس هو بده يصير يحاول، رح يعيش حياته يثبت لي إنه هو رجل، رح يوصل لمرحلة إنه لا أنا لا رجل ولا إشي، أنا ما عشت طفولتي، أنا بدي أعيش طفولي. ونسمعها هاي كتير، بوصل أحياناً كتير رجال نساء تقول لك أنا خلص أعطيت اللي بدكم إياه، هلأ دوري. هلأ دوري. إيش مفهوم هلأ دوري؟ إنه أنا اللي ما عشته بدي أعيشه. هذا السلوك مبرر؟
انسي انه مرفوض مجتمعيا لكن نفسيا مبرر، نفسيا محاولة ارضاء للنفس انه انا هلا وقتي انا بقدر. طب ليش وصل لمرحلة، ليش يعني السؤال اللي بيطرح نفسه انه ليش استنى لهي المرحلة؟ لانه حس حاله انه هلا هو بكامل حريته، ما حد بيقدر يسيطر عليه، عنده قراراته الخاصة، فبيقوم برجع لمرحلة، اختار مرحلة النمائية التي حرم منها بالزبط ليعيشها من جديد. بالزبط. نصيحة أخيرة نوجهها للمشاهدات والمشاهدين اللي عندهم أبناء مراهقين، كيف ممكن فعلا نحتويهم؟ كوني صاحبته. بسيبس معينة، كوني صاحبته، كوني زي ما بتحكي مع صاحبتك احكي مع بنتك زي ما بتحكي معها، مش انه انا بدي اصير صاحبتها فهي تطغي علي. مع فكره انه الاب يشد والام ترخي والعكس صحيح؟ طبعا لازم واحد يشد وواحد يرغي، بس الشد ما بيكون بطريقه انه دكتاتوريه. وصدقا انا بتمنى يعني من خلال البرنامج ومن خلالك ايات ان نلغي شوي فعل الامر مع هاي المرحله، انه اعمل جيب بدي أطلع مع أصحابي، لا ممنوع تطلع، ليه؟ أنا هيك، أنا هيك، أنا حر، لا، لأنه هاي أنا حر على فكرة، أنا كأم أو أب أنا رح أسمعها مستقبلا منه. صحيح. لما أصير أنا بحاجته. صحيح 100%. أنا حسمعها منه مستقبلا. صحيح. للأسف دهمنا الوقت. بيقولوا يا مي إنه القمر بيكتمل مرة في الشهر. إحنا صرنا نشوفك بالشهور مرة. الله يسعدك. فمو مطلوب كل شهر، يعني كل اسبوعين ثلاث اسابيع نشوفك في عوافي. والله انا بالعكس حديث انا لا يمل على الاطلاق مهما تعددت الاختصاصات التي تتحدث عن هذه المراحل النمائيه، عن الطفوله وغيرها من هذه المراحل، انا حديثي معك له شجون دائما. وانا والله يا اياد فطل علينا دائما ضيفه عزيزه واستاذه عزيزه مي الاحمد حبيبي، خبيره في تنميه الطفوله، دائما نحن نشد على ايديكم في هذه المهمه الانسانيه، وباذن الله تعالى انه نرى كل ما هو فارق وكل ما هو جديد في هذه المراحل النمائيه. كل شكر لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك.